صحيح أن التاريخ الجزائري مليء بالقضايا الغامضة التي تلفها علامات استفهام كثيرة، ومن أشهر القضايا العالقة على صفحات التاريخ هو اغتيال كل من محمد خميستي والعقيد شعباني، حيث أن القضيتين يشتركان في نقطة واحدة، ألا وهي أصابع الاتهام الموجهة إلى كل من الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة وهواري بومدين، كما جاء في مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. وما زاد توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس أحمد بن بلة هو عدم صرامة نظامه في البحث ومعاقبة قاتل محمد خميستي الحقيقي، وإصدار عفو عنه يبدل حكم الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، في حين كان يلح على إعدام شعباني حسب شهادة الشاذلي. لكن السيد محمد زنادي قاتل خميستي وجد مشنوقا في زنزانته بسجن الحراش يوم 20 جوان 1965، أي يوم بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 19 جوان من نفس السنة، الأمر الذي أثار الشكوك والغموض في هذه القضية. محمد خميستي المصاب برصاصات في الرأس نقل إلى مستشفى مصطفى باشا وبقي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. بن سالم وأحمد دراية وأحمد بن شريط، حيث داهمت المزرعة ووقع اشتباك عنيف بين عناصر الخلية من جهة ولد محمد خميستي في 11 أوت 1930 بمغني ولاية تلمسان، كان الأصغر في عائلته المكونة من 5 ذكور وبنتين. استطاع والده أن يسجله في المدرسة، حيث عرف محمد خميستي في محيطه بأخلاقه الطيبة وذكائه، وكان منذ صغره متفوقا واحتك بشباب الحركة الوطنية الثورية أسوة بزميله أحمد مدغري، الذي اختار نهجا غير الذي سار عليه والده المناضل النشيط في حزب البيان بسعيدة. وبعد اجتياز امتحان الباكالوريا بنجاح وبعد أن حقق نتائج ممتازة، اختار كلية الطب بمونبوليي بفرنسا التي التحق بها في الموسم الجامعي 52-53 على الأرجح، ويفهم من شهادة الدكتور مسعود جناس الذي سبقه إلى نفس الكلية أن الطالب الجديد كان ميسرا للدراسة الجامعية والنضال الوطني في نفس الوقت، وقد تعرف عليه بواسطة زميله محمد فرادي من معسكر الذي أخبره بالتحاق طالب جديد جدير بالاهتمام حسب قوله. وبعد اللقاء الأول خرج بانطباع أنه أمام شاب مشحون بطموح قوي في خدمة الوطنية المناضلة. كان محمد خميستي شابا طموحا ومتطلعا وحالما بغد أحسن، وكان متشبعا بالفكر التحرري وحاضرا لأي متطلب نضالي من أجل الجزائر. هذا الاستعداد النضالي ما لبث أن عبر عن نفسه بمجرد اندلاع الثورة، فقد كان له قصب السبق في الاتصال بممثلي جبهة التحرير الوطني والشروع بالتنسيق معهم في تأسيس الخلايا الطلابية الأولى بالناحية. كان ذلك في ربيع 1955 على الأرجح. شارك محمد خميستي مع رفاقه في جامعة مونبوليي مشاركة فعالة، وكان من المتحمسين لحرف الميم الذي فرض نفسه بفضل مساندة أغلبية الطلبة الجزائريين، علما أن صفة المسلم كانت أهم ما يميز الجزائري آنذاك بعد أن حرمه نظام الاحتلال من حق الانتساب إلى وطنه الجزائر، وبعد تأسيس الاتحاد في جويليا 1955. سارع خميستي ورفاقه بتأسيس فرعه بجامعتهم وتولى رئاسته بعد أن حظي بالتزكية كمرشح وحيد، وفور تأسيس الفرع شرع ورفاقه في الدعوة لجبهة التحرير الوطني وسط اليسار الفرنسي خاصة، وللحل السلمي للنزاع القائم
منذ الفاتح من نوفمبر بالتفاوض معها. وبعد أن شارك الفرع في إضراب 20 يناير 1956 والامتناع عن الدراسة وعن الأكل احتجاجاً على حملات القمع الاستعماري، بادر بتنظيم محاضرة متبوعة بنقاش مفتوح حول المسألة الجزائرية في بورصة العمل بمونبولي. وقد تحرك الطلبة المتطرفون من اليمين الفرنسي لمنع هذه المحاضرة بقيادة جان مارك موسرون، الرئيس الشرفي للاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين. وقد رد الفرع على هذا الاستفزاز بما يستحق، مستعينا في ذلك بطلاب المغرب العربي وزملائهم من المستعمرات الفرنسية عامة. وكان لخميستي شرف رئاسة المؤتمر الثاني للاتحاد العام المنعقد بباريس ما بين 24 و30 مارس من نفس السنة، حيث انتخب أمينا عاما إلى جانب الرئيس الجديد مولود بلهوان الذي خلف أحمد طالب الإبراهيمي. وكان المؤتمر منعطفا حاسما في مسار الحركة الطلابية بعد أن أعلن في لائحته العامة عن تعلقه باستقلال الجزائر ودعوته إلى الإفراج عن جميع السجناء الوطنيين وإلى التفاوض مع جبهة التحرير الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب الجزائري. وفي كلمة ختامية أكد رئيس المؤتمر على أولوية المسألة السياسية بقوله: كيف يمكننا أن ندرس إذا كنا نجر قيود العبودية الاستعماري؟ مضيفا أن الطلبة المسلمين الجزائريين المستأصلين عن أرمتهم بعد أن تعرضت شخصيتهم للتشويه والمنفيين عن لغتهم وماضيهم يطالبون أولا بحقهم في أن يكونوا كما هم، كما يطالبون بدراسة لغتهم والعودة إلى أصولهم الثقافية. ليختم قائلا: إن قضيتنا قبل أي شيء آخر هي قضية الحرية والسيادة التي تتحكم في كل ما عداها. هذا الخطاب شكل تمهيدا واضحا لإضراب 19 مايو الموالي الذي لعب فيه خميستي من موقعه في الأمانة العامة للاتحاد وفي فرع مونبولي دورا رائدا. ويقول الدكتور مسعود جناس في هذا الصدد أن خميستي توجه بعد تحرك فرع الجزائر العاصمة إلى باريس، حيث شارك في اجتماع اللجنة المديرة التي قررت بأغلبية ساحقة تعميم الأحزاب بالجامعات الفرنسية وغيرها، وعاد إلينا بموقف حازم: لا مجال للتراجع عن قرار الإضراب غير المحدود، ولم يبق أمامنا غير إقناع بقية الزملاء بذلك. وعقدت لهذا الغرض جمعية عامة للفرع لم تجد بداً من تزكية قرار قيادته للاتحاد. أصبح محمد خميستي الأمين العام لقسم مونبولي، وكان عضواً باللجنة التنفيذية بباريس، وترأس بعدها أول مؤتمر للمنظمة الطلابية الذي جمع النخبة الجامعية المؤهلة من أجل تحرير الوطن. ثم انعقد مؤتمر الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين من 24 إلى 30 مارس 1955 بباريس، واختتم بمطالب الاستقلال والإفراج عن كل المعتقلين وعقد مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني. كما ساهم في تأسيس فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني، وكان رئيس الوفد في رحلاته عبر كل القارات في سنة 1957 في المهرجان الدولي للشباب بموسكو. غادر باريس نحو موسكو مروراً بألمانيا وبلدان الشرق في الوقت الذي أخذت القضية الجزائرية حجمها، وللمرة الأولى تواجد وفد جزائري في تظاهرة دولية. حينها تفاجأ الوطنيون الجزائريون عندما تم منع أعضاء وفدهم من رفع العلم الوطني. حينها صرح محمد خميستي: وجود العلم الوطني لا نقاش فيه، نحن هنا من أجله. ليستقيم كل من خروتشوف وبولجانين في ملعب لينين بموسكو لتحية العلم، رمز الكفاح الجزائري. ساهم محمد خميستي في ترقية التضامن العالمي لصالح المقاومة، وترأس الوفد الذي تلقى ترحيبا حارا خلال تنقله في الصين وفيتنام، إذ استقبل من قبل شو أون لاي الوزير الأول للجمهورية الشعبية الصينية والقائد الفيتنامي العظيم هو شي مين. وعند عودته إلى فرنسا
أوقف في 12 نوفمبر 1957 بمونبوليه، وتم تحويله إلى سجن الحراش حيث سجن أخوه مكي. في السجن خط كتابا عن حياته وظروف اعتقاله، وهي المخطوطة التي لم يظهر لها أثر. وفي السجن أيضا عينه المناضلون ليمثلهم لدى إدارة السجن، وحول من جديد إلى سجن فرنسي ليطلق سراحه عام 1960. غير أنه بقي مهددا، فذهب سرا إلى سويسرا متنكرا في صفة كاهن. وبمجرد وصوله كلفته قيادة الثورة التحريرية بمهمات مختلفة وبحماية شبكات جمع الأموال في أوروبا لصالح الجزائر. وتشهد المصادر الفرنسية ذاتها بأن فرع مونبولي حقق رقما قياسيا في اتحاق عناصره بجيش التحرير الوطني. هذه العناصر التي سجلت أسماءها بأحرف من ذهب في مختلف الولايات ليواصل خميستي بعد الإضراب مهامه النضالية انطلاقا من الأمانة العامة للاتحاد، الذي كان على صلة مستمرة بقيادة اتحادية فرنسا، علما أن الدكتور أحمد طالب أول رئيس للاتحاد كان قد التحق بقيادة الاتحادية. غير أن هذا النشاط النضالي الحثيث توقف فجأة في 11 نوفمبر 1957 إثر اعتقال الأمين العام للاتحاد شهرا تقريبا قبل انعقاد المؤتمر الثالث في أواخر ديسمبر الموالي. سجن خميستي أولا بلا سنتي في باريس، لكنه نقل إثر ذلك إلى الجزائر حيث استقر به المقام بالحراش. لم يجد الطالب السجين صعوبة في التكيف مع محيطه الجديد بعد أن وجد روادا استطاعوا أن يرتبوا شؤون حياة السجناء داخله، وكان على رأس هؤلاء يومئذ رابح بيطاط، القائد الأول للمنطقة الرابعة التي تضم عاصمة البلاد. وعندما نقل هذا الأخير إلى فرنسا عام 1958 خلفه خميستي عن جدارة واستحقاق، رغم تحفظ جماعة ياساف سعدي كما تفيد بعض الشهادات. وما لبث الطالب المسؤول أن نقل بدوره إلى فرنسا عبر سجن مارسيليا ليستفيد بعد حين من الإفراج المؤقت، وقد تمكن في نهاية المطاف من مغادرة فرنسا والالتحاق بلوزان، حيث قضى فترة علاج واستجمام قبل أن يستأنف دراسته ويطعمها بمتابعة دروس في الاقتصاد السياسي استعدادا لمهام البناء الوطني بعد أن أصبح استقلال الجزائر على الأبواب. وغداة وقف القتال دخل محمد خميستي في ركاب الهيئة التنفيذية المؤقتة التي اشتهرت بحكومة بومرداس، أولا ضمن طاقم بالعيد عبد السلام مسؤول الشؤون الاقتصادية في هذه الهيئة، ثم كمدير ديوان لرئيسها الموثق السياسي عبد الرحمن فارس. ومن هذا الموقع ما لبث أن أصبح حلقة هامة في مناصرة أحمد بن بلة وكسب المؤيدين له، لا سيما أن رياح السلطة كانت تهب لصالحه وحليفه القوي هواري بومدين قائد الأركان العامة لجيش التحرير. بعد وقف إطلاق النار في 12 من مارس 1962 عين لتسيير مجلس الوزراء في السلطة التنفيذية المؤقتة ببومرداس، والتي ترأسها عبد الرحمن فارس. وبعد تشكيل أول حكومة جزائرية في 27 سبتمبر 1962 اقترح عليه منصب وزير الخارجية التي أعلن عنها في 26 سبتمبر 1962. وبهذه الصفة رافق الرئيس بن بلة إلى نيويورك في أكتوبر الموالي لتقديم ترشيح الجزائر المستقلة لعضوية هيئة الأمم المتحدة، وقاد إثر عودته الجولات الأولى من المفاوضات مع الفرنسيين حول وضع اتفاقيات إيفيان موضع التنفيذ، وقد بدأت بالجزائر وتواصلت بباريس. وفي 11 مارس 1963 عقد أول مؤتمر صحفي لطرح تصور وزارته لسياسة الجزائر الخارجية، مع توضيح بعض المفاهيم مثل الوحدة العربية وعدم الانحياز. وفي نهاية نفس الشهر رافق هواري بومدين نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع
في جولة لمصر وبعض أقطار المشرق العربي، وأثناء غيابه ناقشت لجنة المالية في المجلس التأسيسي ميزانية وزارته. ولاحظ عبد الرحمن فارس عضو اللجنة بالمناسبة أن أحمد قايد رئيس لجنة الشؤون الخارجية تهجم على خميستي عدة مرات بدون مبرر واضح، لما عاد أخبره بما حدث ونبهه في نفس الوقت، لكن الوزير الشاب طمأنه قائلا: لا تشغل نفسك، فأنا أعرف كيف أواجهه إذا اقتضى الأمر. كان ذلك صبيحة 11 من أبريل عام 1963، وحسب فارس أن خميستي عاد مرهقا من الزيارة المشرقية حيث بذل مجهودا كبيرا، لذلك كان قد قرر أنه الوقت المناسب من أجل الاستفادة من عطلة يعيد فيها كل حساباته ويقرر بعدها ما الذي سيفعله في المستقبل، حيث كانت له نية الاستقالة والسفر هو وعائلته لأخذ قسط من الراحة، لكن الأجل كان بالمرصاد ليسلك به طريق الراحة الأبدية. وحصل ذلك عند خروجه من مقر المجلس الوطني على الساعة 1 زوالا بعد نهاية مناقشات ميزانية عام 1963. كان قاتله يترصده. محمد خميستي هو ضحية جريمة شنعاء جرفته من على شرفة مبنى قصر زيغود يوسف. كان ذاهبا إلى زوجته التي كانت تنتظره في السيارة، نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. توفي في 4 مايو 1963، وجرت مراسيم الدفن في مقبرة للا مغنية في المدينة التي ولد فيها، حيث بكى عليه البشر والحجر لأنه لم يكن فقيد عائلته فهو فقيد وطنه، فبالإضافة لكونه سياسيا ووزيرا لأول حكومة جزائرية مستقلة فهو على المستوى الإنساني شخص مؤدب ومحترم حبب جميع الناس فيه، لذلك بكاه الجميع وشهدت جنازته حضور عشرات الآلاف من المواطنين والعديد من الوفود الأجنبي. في ليلة مقتله قطع بنبل زيارته من قسنطينة وعاد إلى العاصمة، وألقى كلمة هو وبو مدين وفرحات عباس رئيس المجلس التأسيسي في قبة زيغود يوسف، ندد فيها بالجريمة معتبرا إياها ضد الثورة، ويقوم رئيس الحكومة أحمد بنبل بتعويضه بالنيابة مؤقتا ابتداء من 17 أبريل 1963، لكن القدر سبقه ليعلن عن وفاته في المستشفى بتاريخ 5 مايو 1963، رغم محاولة أحمد طالب الإبراهيمي إنقاذه والذي كان طبيبا في مستشفى مصطفى باشا. وتصادفت وفاته بزيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للجزائر ابتداء من 4 مايو 1963، ويحضر رئيس الوحدة العربية بين سوريا ومصر جمال عبد الناصر جنازته إلى مقبرة سيدي محمد بالعاصمة يوم 6 مايو 1963، ليتم إعادة دفنه في مسقط رأسه بمغنية يوم 10 مايو 1963، ونقله إلى مقبرة للا مغنية عبر القطار، وحضرها كل من بنبلة وفرحات عباس وتوفيق المدني وعبد الرحمن فارس. بعد وفاته قام رئيس الحكومة بنبلة بتسيير وزارة الخارجية مؤقتا من 8 مايو 1963 إلى غاية تعيين بوتفليقة عبد العزيز وزيرا للخارجية بتاريخ 4 سبتمبر 1963. قاتل وزير الخارجية محمد خميستي اسمه زنادي محمد الهادي بن سليمان، يعمل صحافيا في جريدة الشعب، أقام تلك الفترة في بيت ابن عمه زنادي أحمد الشريف الذي طرده بوتفليقة بتاريخ 3 أكتوبر 1965 من وزارة الخارجية، حيث كان يعمل سكرتير من الدرجة الثالثة والمتزوج بالمجاهدة حسيبا بن يلس تعمل مساعدة طبيب أسنان، فسرق سلاحها لينفذ جريمته النكراء فيطلقها زوجها الشريف زنادي. كانت دوافع الجريمة حسب الرئيس بنبلة صراع حول امرأة اسمها مشيش فاطمة،
نائبة في المجلس التأسيسي عن ولاية تلمسان، وهي أرملة الشهيد دغين بن علي المدعو العقيد لطفي، في شهادة بن بلة. قيل أنها كانت مخطوبة لزنادي محمد الهادي بن سليمان، وأخذها منه محمد خميستي بدون علمه بخطبتها لقاتله. وقد تزوج خميستي بمشيش فاطمة في 12 من ديسمبر 1962 قبل اغتياله بثلاثة أشهر. القاتل بعد القبض عليه في 11 من أبريل عام 1963 تم تحويله للمحاكمة بتاريخ 28 يناير 1964، فيحاول قتل نفسه بتاريخ 29 يناير 1964 لتؤجل محاكمته إلى تاريخ 5 من فبراير 1964 ويحكم عليه بالإعدام. لكن صبيحة إعدام شعباني من طرف وزارة الدفاع يوم 3 من سبتمبر 1963 تلقى بن بلة طلب عفو من القاتل، فأصدر بن بلة عفوا عنه يبدل حكم الإعدام بعقوبة السجن. في يوم 20 جوان 1965 وجد قاتل محمد خميستي مشنوقا في زنزانته، أي يوما بعد الانقلاب على نظام أحمد بن بلة. حاولت عائلة خميستي البحث عن الحقيقة مرارا وتكرارا. خرجت أرملته السيدة مشيش فاطمة في 29 من مارس 2011 وأتت بحقائق وصفتها الصحافة بأنها مدهشة حول أحداث هذه الجريمة التي تبقى إلى يومنا هذا يكتنفها الغموض، خصوصا بعد ذكر قضية محمد خميستي في عدة مذكرات وبحقائق متناقضة. وهذا ما جعل اغتياله محيرا بالنسبة لشريحة كبيرة من الرأي العام الجزائري. انتخبت السيدة مشيش برلمانية في أول مجلس جزائري، عادت 50 سنة فيما بعد لهذا الجزء المظلم من حياتها في الجزائر بعد استقلالها. هذه الجريمة ما زالت عالقة، فتحت طورا جديدا لقتل سياسيين جزائريين. بالنسبة للبرلمانية السابقة كانت متيقنة بأن محمد خميستي قتل لأسباب سياسية، وقد صرح زوجها بضعة أيام قبل وفاته بأن لديه النية في الانسحاب من الحكومة لعدم اتفاقه مع نظام أحمد بن بلة بسبب سوء التفاهم بين الرجلين حول اختيار الاتجاهات الإيديولوجية الكبرى من قبل الجزائر، والتي رفضها الوزير بقوة. قتل رمييا بالرصاص أمام مقر المجلس الوطني يوم 11 عشر من أبريل عام 1963. يقول البروفيسور مسعود جناس الصديق المقرب من محمد خميستي: لقد تنبأت أن الجزائر ستنحرف نحو المغامرة. كنت قد أخبرت صديقي خميستي بعد وقف إطلاق النار حين تلقيت مكالمة منه، وكنت وقتها في مكناس. لقد كان رفيقي بكلية الطب بمونبوليه، وكان يحترمني ويقدرني كثيرا. من جهتي كنت أشعر بالمودة وحتى بالإعجاب والفخر بوزيرنا للشؤون الخارجية. كان يرمز بالنسبة لي إلى الشباب الجزائري المتحمس في القتال واحتلال الطليعة للاستمرار في النضال من أجل القضايا العادلة. قلت له: هذا ما يمكن أن يحدث غدا. نحن نشهد حاليا تحالفا بين بن بلة، بومديا وفرحات عباس، الأول ذو هيبة ودون دعم، والثاني له الدعم ولكن دون سمعة. أما بالنسبة لعباس فيحظى بشهرة كبيرة في أوساط الشعب الجزائري، وهو الممثل الرئيسي للبرجوازية الفكرية، ولكن في رأيي عباس لا يشترك في شيء مع بن بلة. وأمام بومديا العنصر الأضعف في المجموعة لا مجال للحوار. بين هؤلاء المرشحين الثلاثة للسلطة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائري ستظهر التناقضات وتزداد حدة، وسيتم القضاء على عباس أولا من قبل بومديا وبن بلة، ثم واحدا تلو الآخر حتى إتمام إغلاق الحلقة. وفي هذا السيناريو الخطير فإن جبهة التحرير الوطني لم تعد إلا عقيدة دون اتساق. وقلت في الختام: عد إلى سويسرا لإكمال دراستك.
أترك السياسة إلى وقت لاحق. وهذه هي المكالمة التي أجريتها مع خميستي في الرباط يوما بعد وقف إطلاق النار، ولكن صديقي محمد رفض أن ينسحب من المشهد السياسي، ليس لأنه كان شغوفا بالمنصب أو لأن له طموح مادي، هو رفض لأنه كان يحب الجزائر، كان مغرما بوطنه، أراد أن يشارك في جزائر الغد، أراد أن يقدم للجزائر والجزائريين كل شيء، ولكنه لم يستطع أن يحقق ما حلم به، فسرقته منا الأيادي السافلة. فخسارة محمد خميستي لم تكن خسارة لعائلته والمقربين له فحسب، خسارته كانت خسارة شعب بأكمله، فالجزائر فقدت شابا مناضلا طموحا شغوفا بحب الوطن. مقتل خميستي، أو كما أعتبره أنا استشهاده، كان بمثابة عنوان لجزائر بن بلة، كان إثبات وشهادة صريحة تدل أن الجزائر ستدخل في مرحلة حرجة وخطيرة عنوانها للسياسة أحكام. كذلك من الصدف الغريبة التي حصلت، حيث وجد كما ذكرنا سابقا القاتل مشنوق في زنزانته يوما فقط بعد الانقلاب على نظام بن بلة. هذا ما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو الرئيس الراحل هواري بومادين، حيث ربط الكثيرون بين الانقلاب واكتشاف جثة المتهم الوحيد في قضية محمد خميستي. فهناك من قال أن نظام هواري بومادين وأتباعه قاموا بالتخلص منه كي تدفن الحقيقة معه، بالإضافة إلى كل هذه التصريحات النارية التي صرح بها شقيق العقيد شعباني رحمه الله، حيث أنه أكد أن كلا من هواري بومادين وأحمد بن بلة متورطان في قتل شقيقه، ولمح بتورطهم في قتل أول وزير للخارجية للجزائر ما بعد الاستقلال محمد خميستي. ويبقى هذا كلام على ورق، قد يكون حقيقي وقد يكون مزيف، يقوله أصحابه لكي يكون جزءا من التاريخ، ولو كان هذا قد يسيء إلى أناس مظلومين ولا علاقة لهم بتلك الجرائم. وفي الأخير يمكن القول والتأكيد أن الحقائق السياسية تبقى غامضة، ولا أحد يستطيع تأكيد شيء ما أو نفيه، فكما يقال مفاتيح الحقيقة لها نسخة واحدة معلقة في جيوب أصحابها، والحقيقة المطلقة غير موجودة. وأحمد دراية وأحمد بن شريط، حيث داهمت المزرعة ووقع اشتباك عنيف بين عناصر الخلية من جهة